السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلطانة جمال فنانة ورئيسة جمعية ماما سلطانة للأطفال المهملين والمتبخلة لهم. اليوم كانت واجدوا بمناسبة ليلة القدر، كانت واجدوا بالمقر الجديد اللي غادي يكونوا فيه الوليدات إن شاء الله. بعد ما المقر الأول كان صغير، دابا حاليا إن شاء الله غنتحولوا لهذا المقر، لأنه كان بنيتات ووليدات بدأوا كيكبروا، حاولنا باش نقسموا البنيتات بوحدهم والوليدات بوحدهم، وجاو جمعية الرحمة اللي مشكورين على هاد الزيارة المبروكة، وجمعية الصدقة والرياضة اللي جاو تاهما. ودائما هما كنعتبر جمعية الصدقة والرياضة خوتنا وحبابنا ووليداتنا، لأن هاد الوليدات من يتزادوا هما معانا وكيتواكبونا في جميع المراحل ديالنا، ولينا الشرف انهم يكونوا حاضرين معنا في هذا اليوم السعيد عند الله سبحانه وتعالى. وفكرت انني خصني تكون شي مناسبه دينيه باش نستقبل الوليدات هنايا وباش يفرحوا الوليدات اللي اول مره كنجيبهم هنا باش كيشوفوا هاد الدنيا. انا في الاول ما كانتش فرشه، دابا يلاه تفرشت. نشكر جميع الناس اللي واكبوني وفرحوا معايا بزاف، الشكر الجزيل الله يجعلها لهم في ميزان مقبول. وهذا النهار العزيز عند الله، انا بغيت لهم جنه الفردوس وشكرا. الواجب الانساني، واعتبار ان اليوم تنعيش واحد اليوم عظيم عند الله اللي هو ليله القدر، فارتأت جمعيه رياضه وصدقه واخذت على نفسها انه تشارك المؤسسة هذه الخيرية جمعية ماما سلطانة للأطفال المتخلى عنهم. وكعادة في كل سنة، هذه دابا ربما أكثر من 10 سنين، وحنا كل ليلة القدر إلا وتنحضروا لنا باش نقوموا بهذا الواجب الإنساني تجاه هذه الوليدات. كان فيهم الرضاع ذكور وإناث، يعني بنات صغار وبنيتات صغار كلهما، يعني ما عرفتش شنو هو الذنب ديالهم باش انه لما يحلوا عينهم في هذه الحياه غادي يلقاو بانهم ما عندهم لا اب ولا ام لا ام، ولكن ماما سلطانه والحمد لله والزوج ديالها سي عبد الرزاق تيقوموا بهذا الواجب، ولقاو فيهم الاب والام وكل ما يعني يمكن ان يترجون من حنان وعطف ابوي وامي. فلهذا جينا احنا باش نشاركهم اذا هذا العمل الخيري، وذلك اضعف الايمان. تنتمنى ان شاء الله لهاد الوليدات ان يوفقهم الله بعد بيكبروا انه تاهما يلقاو يعني المكان ديالهم في المجتمع، وبانه ربي يفتح عليهم ويكون منهم الكاينه. شكرا جزيلا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.